ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما ولا مثل يوم الصف لوعة واجد وحرقة حران وحسرة مكمج تباريح أعطينا القلوب وجيبا وقلنا لها قومي من الوجد واقعدي غداة ابن بنت الوحي خر لوجهي صريعا على حر الثرى المتوقدي جرت آل حرب أنا يوم قتله أراقت دم الإسلام في سيف ملحدي لعمري لئن لم يقض فوق وسادة فموت أخ الهجاء غير موسد وإن لم يشاهد قتله غير سيفي فذاك أخوه الصدق في كل مشهد لقد مات لكن ميتة هاشمية لهم عرفت تحت القنا المتقصد كريم أبا شم الدنية أنفه فأتممه شوك الوشيج المشدد وآثر أن يسعى على جمرة الورى برجل ولا يعطي المقادة عن يدي لقد وضعت أوزارها حرب هاشم وقالت قيام السيد الطهر موعدي إمام الهدى سمعا وأنت بمسمع عتاب مسير لا عتاب عتاب مفلج فداء نفسي ليس للصدر موضع فتغضي والعامل مسكتي أين التجمدي ساعة
جيد أتقعد عن حرب وأي حسن لكم عليهم بنار الغيظ لم تتوقدي فلا نصف حتى تطئ الخيل همهم كما أوطأوها منكم خير سيدي ولا نصف حتى أن تقيموا نشام سبايا لكم في محشدين بعد محشدين بالمد بتنوح بالدروب تنوح ما ناح الفصيل بالدروب تنوح ما ناح الفصيل واسم بوها خطب عرش الجليل من يظل بالناس بتحام الدخيل فوق ناقم يجر ومزلوب من الضرب سود المتون وفرق سن والدموع تسيل ما سالت مجنان هاي راجل هاي يقوم ابن الحزن ويلكد حصانه ويجري محروب ينكد حصانه ويثور ذي الحرب ويطلب بثارات جنب وين الضرب رات درب الشام لا مرضي ركوب من بعد ذاك الشغل بدروب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ستة أصناف يدخلون إلى النار بست خصال العلماء بالحسد والأمراء بالظلم والتجار بالخيانة والأعراب بالعصبية وأهل الرشاشيق بالجهل والدهاقين بالكبر هؤلاء الستة معرضون لهذه الصفات الستة أكثر من غيرهم وإلا
ليس المعنى أن غير هؤلاء ناجم من هذه الصفات أو ما يمكن أن يقع في هذه الصفات المذمومة. لا، كل أحد يمكن أن يقع في رذيلة الحسد ورذيلة الظلم ورذيلة العصبية ورذيلة التكبر ورذيلة الجهل ورذيلة الخيانة. كل أحد معرض لهذه الأمور، ولكن هؤلاء الأصناف الستة هم أقرب من باقي الناس للوقوع في هذه الرذائل. لما؟ لطبيعة أعمالهم ومقامهم ومكانتهم الاجتماعية. مكانتهم هي التي تقربهم لهذا الخطر، فعلى هؤلاء الستة أن يحذروا من هذه الصفات أكثر من غيرهم. عليهم أن يحصنوا أنفسهم ضد هذه الصفات أكثر من غيرهم. نعم، الصنف الأول العلماء، هؤلاء أقرب الناس إلى رذيلة الحسد، وكل عالم إنما يقع في رذيلة الحسد لأنه يريد أن يجلب توجه الناس إلى نفسه خاصة. فإذا وجد عالما آخر قد توجه نحوه الناس بمقداره أو أكثر منه، طبعا هذا نقض لغرضه وهذا وهن في مقامه، وإذا يحسده وتترتب على الحسد النتائج الأخرى المذمومة، لأن الحسد بذاته ما عليه مسؤولية. الحسد خطور نفسي، الحسد فكرة في النفس، والفكرة في النفس والخطور النفسي الله جل وعلا ما يعاقب عليه ولا يحكم عليه بأنه حرام أو حلال، لأن ليس باختيار الإنسان. الله لا يحاسب الإنسان إلا على الأشياء التي هي تحت اختياره وإرادته ويقدر على التصرف بها. الحسد شنو؟ الحسد أصله خطور في النفس. أني مثلا أكره فلان وما أحب أن أشوفه بهالمقام هذا، فهل كره هذا ما دام في النفس؟ إذا أكبت في النفس وأكافح في نفسي وما أخلي يظهر بآثاره في الخارج، ما عليه مذمومية. أما متى يكون الحسد مذموما وصاحبه معاقبا وملعونا وتترتب عليه جميع الآثار الواردة؟ فيما إذا رتب الأثر على هذا الخطور النفسي وعلى هذا الكره. أنا مو بس أكره في نفسي، أكره وأصير أعمل لتحصينه وتوزينه وللقضاء عليه. هل أعمال اللي أقوم بها لأجل تحصين المحسود؟ هذه هي الجريمة، وهي التي تجعل الحسد من الموبقات من الكبائر. الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. الحسود يقدم حسناته كلها إلى المحسود ويأخذ سيئات المحسود. ليش؟ لأن الحسد يدفع الإنسان العياذ بالله إلى أن يستغيب المحسود، والغيبة من الكبائر، يدفعه إلى أن يتهمه، ينسب إليه أشياء رذيلة، يدفعه إلى أن يستعمل ضده الكذب، والكذب من المحرمات. وقد يصل بالإنسان الحسد إلى درجة يقدم على قتل المحسود، وإذا ما تمكن قد يصل به الحال إلى أن يقتل نفسه لأجل أن يضر المحسود. وقد ذكرت قضايا وسمعنا قضايا في باب الحسد، أنه يعمل في الأشياء وإن كان تضره هو، لكن لأجل أن يورد البلاء أو الضرر على ذلك المحسود، كما في قصة ذلك الرجل المعروف أنه إجى ومعه غلامه إلى سطح دار المحسود وأمر الغلام أن يذبحه على سطح دار المحسود،
حتى يلقي المحسوب في تهمة القتل ويبني مثلا بالسجن وما شابه. والحسد قلت لك الكره، يعني يكره الإنسان أن يرى المحسود في هذه النعمة أو في هذا المقام. هناك صفة تشبه الحسد لكن هي محبوبة، وهي الغبطة. ابن الحسد مذموم، الغبطة محمودة. في فرق بين الغبطة والحسد. الغبطة أنك لما ترى النعمة على شخص تتمنى أن تكون لك مثل تلك النعمة مع بقاء تلك النعمة لذلك الشخص. هاي غبطة، هذه حسنة. يعني كل إنسان يجب أن تكون فيه صفة الغبطة، يعني يجب على كل إنسان يريد التكامل ويريد الرقي أنه إذا رأى شخصا أرفع منه في مقام، في صفة محمودة، في مقام محمود، يحاول أن يصعد ويترفع حتى يصل إلى مرتبة ذلك الشخص. إذا شفت واحد مثلا أكثر حب في قلوب الناس منك، لازم يكون عندك غبطة، يعني تفكر أنه ليش هذا صار أكثر حب منك في قلوب الناس، فتعمل حتى تتحبب إلى الناس أكثر حتى تصل إلى مرتبة ذلك. ليش ذاك مثلا أفهم منك؟ لأنه دارس أكثر منك، فتدرس وتحاول أن تصل إلى مرتبة ذاك في الدراسة والعلم، وهكذا. فالغبطة محمودة، لكن الحسد شنو؟ الحسد مو أنه تجد تصير مثله، لا، أريد أن لا تشوف على وجه الوجود. وأول جريمة وقعت في العالم هي سببها الحسد في الحقيقة، وهي قتل قابيل لأخيه هابيل أولاد آدم. قابيل ليش قتل أخو هابيل؟ فكان أول دم حرام سفك في الأرض، لأنه حسده، لأن كان أكبر أولاد آدم وهابيل أصغر منه، ولكن الله جل وعلا أمر آدم أن يوصي إلى هابيل ولا يوصي إلى قابيل، لأن الله جل وعلا ينظر إلى القلوب، إلى الشرائر. إذا قلب الإنسان بي خير وبي حب الخير، الله جل وعلا يحبه طبعا، مو بالأشكال مو بالظواهر. فأوصى آدم إلى هابيل فحسده قابيل، أقبل إلى أبيه آدم، لما أوصيت إلى هابيل وهو أصغر مني؟ قال الله أمرني، ما رضى بهذا الأمر وما صدق قول أبيه. فآدم أراد أن يثبت له أن هابيل أحب إلى الله منه، فقال قرب قربانا، حتى تعرفون أنه ياهو اللي أقرب إلى الله. فكل من قبل الله قربانه، يعني قبل صدقته، فهو وصي. فقدم قابيل وكان صاحب زرع، أقبل إلى مزرعته وقدم أدون ما عنده من الزرع، الزرع اللي ما ينباع ما يفيد ما يسوى، جاب ليقدمه صدقة وقربانا. هابيل كان صاحب غنم، أقبل إلى أحسن كبس في غنمه وأغلى كبس في غنمه، جاء به ليقدمه صدقة وقربانا. وذاك اليوم علامة قبول الصدقة أنه يضعون المال المتفلق به على رأس جبل، فإذا نزلت نار من السماء وأحرقت ذلك الشيء، هذا علامة قبول الصدقة. أما إذا لم تنزل النار عليه ولم تحرقه، علامة أن الله قد رفض قبولها. فجاء قابيل بزرعه وجاء هابيل بالكبش على رأس الجبل، فنزلت النار والتهمت كبش هابيل ولم تلتهم زرع قابيل. غير يقنع؟ لا، ما قنع، بل زاد حسدا وغيظا. وترك أخاه هابيل إلى أن نام، فجاء بحجر وضرب به رأس هابيل فقتله. فأول جريمة وقعت في العالم منشأها الحسد، بل الجريمة التي هي مصدر الجرائم
وهي جريمة إبليس منشأها الحسد. قال له أسجد لآدم، قال له ما أسجد، خلقته خلقتني من نار وخلقته من طين، ليش أسجد؟ فحسده إبليس على مقامه وتمرد على الله وصار ما صار. وكثير من الناس الواقع إذا يحلل حياته يشوف يعاني من آثار الحسد، إما أنه صدر منه أو وقع عليه. يعني أقدر أقول لك نادر من لم يصد بأثر من آثار الحسد، إما أنه حسد أحدا وارتكب في سبيل ضرره جريمة وأعمالا، يستغيبه يحكي عليه يهينه يكذب عليه يتهمه، وكل هذه تثقل كاهله بالسيئات، أو محسود من قبل أناس يولدون المشاكل يولدون الابتلاءات، يهيجون عليه يحركون عليه الحركات يثيرون عليه الفتن يثيرون عنه الإشاعات. فنادر تجد واحد في الدنيا سالم من شر الحسد، إما حاسدا وإما محسودا. ولكن على كل حال، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. أن يتوكل على الله توكل حقيقي ويعتمد على الله اعتمادا كليا لا يضره شر الحاسدين أبدا، لأن إرادة الله فوق إرادة الإنسان. وإلا الحسد له آثار، بحيث الله جل وعلا أنزل سورة على رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليتحصن بها الناس من شر الحسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، السورتين يقال كانت سورة واحدة. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بعد مو أكثر من هذا، التوكل على الله والتحصن ضد الحسد بقراءة هاتين السورتين أو بأي سورة من القرآن أو بأي ذكر من ذكر الله جل وعلا. أكثر من هذا إذا سويت معناه الشرك بالله جل وعلا. يجيب لحافر حافر مطي يخليه على باب الحوض، ينعل ما لحفاه يعلق على باب الغرفة، يا بسم هالحافر هذا حتى يدفع العين يدفع الحسد، يعلق له خرزة. يروح للرمال وأهل الرام للمتعوذين وللدجالين ويسوي له ما بيسنه ويسوي له سلسن ويعلق له كذا. هذه خرافات الجاهلية، هذه عادات الجاهلية، هذا عيب على المسلم أن يرتكبها، نقص في إيمان المسلم، شرك بالله. إذا اعتمدت على خرزة أو على الرمال أو على هذا اليكفف وعلى هالدجالين وعلى أقوالهم، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما كان عند حليمة السعدية طلب منها ذات يوم أن يخرج مع إخوته يعني أبناء حليمة إلى الصحراء. حليمة من حبها للنبي صلى الله عليه وآله عملت إلى النبي فألبسته أحسن ثيابه وطيبته ومشطته. من جملة الأشياء التي فعلتها للنبي أن جاءت بخرزة وعلقتها في عنق النبي صلى الله عليه وآله، بعقيدة أهل الجاهلية أنه هالخرزة هذه تدفع عن النبي شر الحسد وشر الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وآله يا أمه ما هذه الخرزة؟ فقالت يا بني
ليدفع عنك شر الحاسدين وشر الشياطين. فقطعها رسول الله ورماها وقال لها: يا أماه، إن معي ربي يحفظني ويرسوني. وياي الله أحسن من هذه الخليفة. فكل إنسان هذا معرض لخطر الحسد. ولذا وارث الأخبار: كل ذي نعمة محسود فاستعينوا على أموركم بالكتمان. كثير من الأشياء ملل الإنسان يتظاهر بها أكثر من اللازم. لما؟ لأن كثير من الناس عيونهم ضيقة، نفوسهم ضيقة، لكن ما يحب الخير بالناس. لا، أكو شوف إنسان يحب الخير، يحب كل الناس يعيشون في رفاه، يحب كل الناس في راحة. هذا في الواقع بركة ورحمة، نفسه ونظره وعينه وكل أشياء. لكن أكو بعض الناس بالعكس، شوف لئيم بخيل بنعمة الله على الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لأصحابه: أتعرفون أعداء نعم الله؟ قال: ومن يعادي نعمة الله؟ قال: الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله. فكل إنسان معرض، ولكن العالم أكثر معرض لرذيلة الحسد أكثر، إما أن يكون حاسدا أو يكون محسودا. ولذا ما أصيب الإسلام بكل ما أصيب به من نكسات وابتلاءات إلا من العلماء الحاسدين، إلا من علماء السوء، إلا من علماء الشر الذين حسدوا ورتبوا الأثر على حسدهم وعملوا فأهلكوا أنفسهم وأهلكوا الأمة بأجمعها. وإلا لو مخلين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه ماشي على طريقه وعلى المقام اللي وضعه الله ورسوله فيه، ما كان يصير هالشكل، ما كان وضع المسلمين بهذا الشكل. ولكن اتفقوا على غصب علي بن أبي طالب، لما حسدا لعلي؟ وإلا تنسبهم علي بن أبي طالب، أي نقص في علي بن أبي طالب؟ ولكن كما قال ذلك الشاعر: قال إن يحسدوك على علاك فإنما متسافل الدرجات يحسد من علا. حسدوا علي بن أبي طالب وأجلسوه في بيته 25 سنة، إن حضر لا يعد وإن غاب لا يفقد، يعني جعلوه في أنظار الناس ما إلى قيمة، ما إلى أثر، ما إلى أهمية، ميت وذكر علي بن أبي طالب. وهكذا استمر أولاد علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليهم فريسة لحسد علماء السوء في كل زمان وفي كل وقت. شوف الإمام جعفر بن محمد الصالح صلوات الله وسلامه عليه، الإمام موسى الكاظم، كل الأئمة سلام الله عليهم، من الذي كان يحمل الأخبار الكاذبة إلى الولاة وإلى الحكام فيثير فيهم كوامن الغضب والغيظ ويضيفهم حسدا؟ لأن نفس ملوك بني أمية وبني العباس بذاتهم كانوا يحسدون أهل البيت صلوات الله عليهم، ولكن علماء السوء كانوا يضيفون الحكام والأمراء حسدا وغيظا بتلك الأقوال الكاذبة والأخبار الكاذبة. شوف المنصور الدوانيقي يخرج رزمة كتب ويلقيها بين يدي الإمام الصادق، يقول له: هذه كتبك إلى أهل خراسان،
ادعوهم الى بيعتك ونقض بيعتي. فقال الامام الصادق صلوات الله عليه: والله يا امير المؤمنين ما فعل، ليست هذه كتبي ولا خطي ولا خاتمي، وانما هي مزوره علي. ولا نزال الى يومنا هذا، ولا نزال نعاني ويعاني رجال الدين وعلماء الدين يعانون من علماء السوء، من علماء الشيطان، من علماء الشر. وجهوا أقلامهم وعلومهم ومعارفهم لمحاربة علماء الشيعة وسد علماء الشيعة وتحطيم علماء الشيعة وتوهين علماء الشيعة بكل الوسائل. ولما تجي إلى نفس الشيعة أنفسهم تجد مع الأسف أن الحسد قد تغلغل في نفوس بعض الأفراد المتلبسين بثياب أهل العلم وبثياب أهل الدين، وهؤلاء هم أضر على الدين وعلى التشيع من يزيد بن معاوية. لما؟ لأن هل فكرة الخاطئة اللي في أذهان كثير من الناس هذه لازم نكشف عنها أو هم ينتبهون إليها. الإسلام له حدود، الدين له حدود، له أصول، له قواعد. لا يؤخذ الدين من الرجال من الناس، يعني بعبارة أوضح ما أكو في الدنيا واحد اللي يمثل الدين بسلوكه وكل ما يصدر منه تقدر تقول هذا من الدين، وكل ما يفعله تقدر تقول هذا من الدين. ما عندنا أفراد يمثلون الدين أو أعمالهم تمثل الدين إلا محمد صلى الله عليه وآله وعلي بن أبي طالب والزهراء فاطمة والحسن والحسين الأربعة عشر معصوم مختصرا. بس ذولا ترى ذولا، نعم غمض عينك وكل ما يقولون قول هذا من الدين، قول هذا من الله ورسوله، كل ما يفعلون قول هذا أمر من الله ورسوله، كل ما يتركون قول هذا حرام، كل ما ينهون عنه قول هذا الله نهى عنه. هل 14 معصوم؟ ذولا أعمالهم حجة، سيرتهم حجة، أقوالهم حجة. هي السنة، معنى السنة القرآن والسنة مصدر التشريع. السنة يعني سيرة محمد وأهل البيت. أما غير محمد وأهل بيته صلوات الله عليه، أيا كان أي شخص كان، لا تحكم على الدين من أفعاله، بل بالعكس احكم على أفعال من الدين. سيد، شيخ، عالم، خطيب، أي شخص كان، إذا شفت منه سلوك، إذا شفت منه شيء ما يناسب، إذا شفت منه انحراف، لا تتهم الكل، لا تتهم الدين، لا تشرد من الدين. قل ايه الشباب ينفرون يعني بعض الكذفة، يا الشباب ما يفتين في سويله، هالبعض من هالبعض دول مو انبياء دول بشر، يعني كل من لبس علمه صار معصوم، كل من درس صار متدين. دراسة علم الدين كدراسة باقي العلوم، يعني كل من درس الطب صار طبيب. طبعا لا، كثير من الناس اللي دارسين علوم الدين، كثير من المحامين دارسين التشريع الإسلامي، دارسين الفقه الجعفري، بس صاروا علماء دين، صاروا حجة. محامي محامي، الفقه الجعفري يدرس في كلية الحقوق،
من جملة التشريعات اللي جرت فيها. فمو كل من درس الدين صار رجل ديني، مو كل من درس الفقه وعلوم الدين صار حجة، بحيث كل ما يصدر منه تقول هذا الله ما أمر به، وهذا القرآن يقول به، وهذا محمد جاي له، وهذا الإسلام يأمر به، فإذا العمل مو زين فالنتيجة الإسلام مو زين. لا، عقلك مو زين. لا تقيس الإسلام بأعمال الرجال، بل قيس أعمال الرجال على الإسلام. كل عمل يصدر من أي شخص، عالم أو سيد أو غير ذلك، قيس عمل إذا شفت بسلوك، قيس عمل على القانون الثابت، على القرآن وعلى سنة محمد وأهل بيته. فإن وافق عمل هالشخص هذا، هالعالم هذا، هالمرجع الأعلى هذا، هالسيد هذا، هالحج هذا، أيا كان، قيس عمل على القرآن وعلى السنة وعلى الإسلام وعلى الشريعة وعلى مذهب جعفر الصادق، فإن وافق عمل المذهب فتبين أن المنتقد ما أرسل. إن ما وافق قول هذا انحرف، قول هذا كذاب، قول هذا دجال، قول هذا أخطأ. لا تقول الدين باطل، لا تقول الإسلام باطل، لا تقول المذهب مزين. لا تقول كل رجال الدين كذابين، لا تقول كل العلماء دجالين، لا تقول هالشيء. إذا ذلك الرجل إلى الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بعد معركة الجمل، بعد حرب البصرة، وقال له يا أمير المؤمنين طلحة والزبير ألم يكونا صحابيين؟ قال نعم كانا صحابيين. قال فإذا كيف جاز لك أن تقاتلهما؟ أي عقلية مثل عقلية بعض الناس في زماننا، أن طلحة والزبير ما دام اتصفوا بها الصفة، يعني صاحبوا النبي، فيقتضي أن يكونوا معصومين، أن يكونوا صالحين مؤمنين إلى الآخر. كيف جاز لك قتالهما؟ فقال له أمير المؤمنين عليه السلام يا هذا اعرف الحق تعرف أهله، واعرف الباطل تعرف أهله. ما عندنا في قوانين الإسلام كل من جلس ويا النبي أو عاشر النبي هذا صار معصوم من الخطأ. قد ينحرف، قد يخطأ، دول عاشروا النبي مدة ثم أخطأوا انحرفوا وتمردوا، حاربتهم ليردهم على جادة الصلاح. عندنا قانون منظم، عندنا دستور دائم، عندنا شريعة، عندنا مذهب مدون بأصوله وفروعه وقواعده وتشريعاته. روح طالعة وشوفه واقرأ وشوفني أنا اللابس عمامة، عملي يتفق مع هذا اللي بالقرآن بالسنة؟ بعد سألت علي، إذا شفت عملي مخالف لما في القرآن والسنة قل لي إلي يا كذاب يا دجال، نعم إلي دير وجهك عني، نعم إلي لا تسلم علي، نعم إلي لا تحترمني. أما إذا شفت ذاك المعمم الآخر، ذاك الشيخ الآخر، ذاك الخطيب الآخر، ذاك العالم الآخر، ذاك ليش تدير وجهك عني، ذاك ليش ما تحترمه، ذاك ليش تحقره، ذاك ليش هالشكل سوي، ذاك هو ما صدر مني، أنا صدر مني، ليش تحمل ذاك وزري أنا؟ وهذه دسيسة استعمارية هذه، هذه دسيسة الأعداء، هذه فكرة مسمومة دسها الأعداء
في نفوس شبابنا بصورة خاصة حتى يمزقوا وحدتنا، حتى يقطعوا أوصالنا، حتى يفرقوا بيننا وبين علمائنا. إذا فرقوا بيننا وبين علمائنا تمكنوا على ضربنا بكل سهولة كما فعلوا. يوم القيامة إذا جئت أمام الله، أمام محكمة الله، وقال لك ليش طلعت بنتك سافرة وعارية وخليعة، وتقول لي شفت شيخ فلان بنته سافرة وخليعة، تخلص من الله بهالجواب؟ ها؟ يقول لك أنت وشيخ فلان وين؟ إلى جهنم. يا من إذا عدت مناقب غيره رجحت مناقبه وكان الأفضل إن يحسدوك على علاك فإنما متساسل الدرجات يحسد من على عانى صلوات الله عليه من شر الحاسدين ما اكتفوا منه حتى هجموا على جاره وضعوا حطمة الحجات وضعوا الحطب على باب داره وأحرقوا باب داره بالنار بعد أن عصروا زوجته بين الحائط والبار. خرجت تكلمهم صلوات الله وسلامه عليها ولكنهم عصروها حتى نبت المسمار في صدرها. نعم، احترق قسم من باب دار أمير المؤمنين ثم هجموا، فصارت فاطمة وراء الباب المحترقة، فأحس بها بعضهم. قال وضعت رجلي بعتبة الباب وأسندت الباب بظهري وعصرتها عصرا حتى سمعت لها أنينا وحنينا وهي تمخ عصرني عصرني أشم بدوي عصرني وهشم بدوي صدر عابد بسمار ومحسين سقط من عندي وانا اصرخ الباب الدار دمي من الضلع يجري ودمعي على وليد عبر اصيحا والدمع شجر كان ذاك المات وجف دروعها بين الف ويدوز ذات لجموعها يوم حسن وحسين رب ضلوعها سنتك داسة ولا وادم صاحت آه يا فضة إليك فخذيني وإلى صدرك فسنديني. ليه صاحت الفضة؟ ليش انتخت الفضة؟ ما انتخت بأمير المؤمنين عليه السلام؟ نعم، لأنها رأت أمير المؤمنين وقد أحاط به القوم من كل جانب
وضعوا العمامة في عنقه أخرجوه من المنزل سحبا. ينادي يا حمزة ولا حمزة لي اليوم، وجعفر ولا جعفر لي اليوم. بينهم يسيرون بعلي نحو المسجد، وإلى بالناس قد تفرقوا عن علي. نظر الرجل وإذا بفاطمة خرجت من الدار معها الحزن الحسين زينب أم كلثوم. خرجت وهي تنادي يا قوم خلوا عن ابن عمي علي. فأمر الرجل غلامه قال ردها إلى المنزل لئلا تفسد علينا الأمر. رجع الرجل جعل يجلد فاطمة بالجوط على كتفها، ولأمر علي عبده يا من الناس ما واحد يضحك مني. بنت من أم من حليلة من، ويل لمن سن ظلمها، ويل لمن سن ظلمها وأذاها. اللهم بحق فاطمة الزهراء، بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، نختم عليك صل على محمد وآل محمد، واكفنا شر الحاسدين والظالمين. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار. جماعتنا الحاضرين، اللهم احفظهم فردا فردا، شافي مرضاهم، اقض حوائجهم، يسر أمورهم، وافسقهم لمراضيك. المقيم لهذا المجلس تقبل عمله بأحسن قبولك. إلى أمواته وأموات الحاضرين وأرواح المؤمنين نهدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.